del mal. Bello de Valter, un tinte del mal. Bello de Valter. يا سلام. الاهلي بيتقدم. يدخل عساد. تقريبا التاسعة شوفوا الإعادة تاع تسجيل الهدف هذا جميل تاع عصاد كان في وضعية حسنة بوربو ثم عصاد والكرة في شباك الحارس أوبسن شوفوا الإعادة مرة أخرى بن ساولة عصاد جميل ويسجل منصوري يبدل مكان مع الأرباز منصوري إلى بوربو في مكان مناسب عصاد جميل عصاد جميل ويسجل يسجل الهدف الثاني عصاد جميل بعد التمريرة تاع بوربو عصاد كان في وضعية حسنة ووجه لوجه يخادع الحارس أوبسن ويضيف هدف ثاني لصالح منتخبنا الوطني شوفوا الإعادة عصاد جميلة باليسرى ويسكن الكرة في شباك الحارس أوبسن شوفوا الإعادة بوربو ثم عصاد وخدع الحارس أوبسن ويسجل عصاد اللي عنده الكرة لامع اليوم لامع عصاد يستعد باش يخدم جميلة وتخرج الكرة ركنية ركنية لصالح الفريق الوطني بعد اللقطة نتاع منصوري محاولة نتاع منصوري بعد 1-2 ما بين منصوري وعصاد عصاد حقا اللي قلت النجم نتاعو اللي لامع اليوم وسجل هدفين يخرج الحارس أوبسن ب صعوبة وبالمقبض نتاعو وبالمقبضين فرقاني الآن عنده الكرة في منطقة فريق الشيلي فرقاني وهدف ثالث هدف ثالث واحد اثنان ثلاثة هدف ثالث تاع بن ساولة الهدف الثالث تاع بن ساولة بعد ما تلقى كرته من طرف عصاد حقيقة قلت أن النجم نتاعو الماء اليوم عصاد وبن ساولة يضيف الهدف الثالث لصالح الفريق الوطني امام الشيلي 3-0 خلال الشوط الاول 35 دقيقة ولقطة معبرة شاهدناها ونتمنى الشيء عنده امكانيات كبيرة باش يبرز في هذا المركز يحيى ممتازة منه باداش ومزياني على الجهة اليسرى لاعب بلدية نفط العاصمة كذلك الشاب مزياني من فريق الامال ركن ممتاز لكن يترك الكرة وراه يحيى يحمل رقم 11 مليحة ممتازة المحاولة هذه محاولة فنية الجهة اليمنى مامو سيلفا باولو لويس فتحة ممتازة لكن ما توجدش من يستقبلها كانت مقوسة كما ينبغي تبقى الكرة عند يحيى الآن يحيى مليحة المحاولة مراوغة ممتازة منه لكن شوف ما في حتى مهاجم جزائري
العارضة من ضربة الرأس هذه ما عرفتش منين، عارضة كانت بالمرصاد ولا كانت الإصابة انت تفاهم بين نجاني ويحيى وهذا غش مراوغة ممتازة لريناتو دوزي منه عطار ريحة قندوز أصبح كمهاجم الآن قندوز راح يعمل بالكرة ريحة لبلومي ومازر يسجل يسجل مازر يعد النتيجة يعدل مازر نتيجة بعد هذه المحاولة الفردية الممتازة من قندوز ديري وريش ممتازة من مازر يدخل داخل عمليات مازر لحل منها هدف ثاني ممتاز ممتاز مفيش تسلل مفيش تسلل قاسي سعيد والهدف الثاني يا قاسي ممتاز قاسي سعيد ممتاز قاسي سعيد عنصري غيرات ذكية مستهدعة اللعب خبرة وتجربة ومستوى فني عساد يعمل عساد يستعمل مراوغة والهدف الرابع الهدف الرابع بعد المدروك ليحة المحاولة بالمدروك عساد يستعمل القلب لكن برجل اليمنى هذه تمر بسلام سكرات لجونيور قوية ليحة من دريد يا سلام ممتاز ايدينيو الأسفار طويلة من ناس الكرة عند اللاعب الخطير ميلر لا شكرا هذا ما مغاريا رائع يا مغاريا يطلق يا طول عساد يلحق عليه فالكاو عساد يلحق تجاه ماجر ماجر اسمح يعمل لا يسقط ماجر يطرح الأنانية من جانب اللاعبين ميلر هذا هنا ميلر البرازيلي خطيرة ومشافي قاسي سعيد مراوغة سقط على اثرها اللاعب ميلر قاسي سعيد مراوغة سقط على اثرها اللاعب ميلر قاسي سعيد مراوغة سقط على اثرها اللاعب ميلر